نعم، مساء الخير مناس، صباح الخير مشاهدينا ومستمعينا في الإذاعات الجهوية الشريكة. بالفعل مناي اليوم باش يعقد مجلس نواب الشعب جلسه عامه يتضمن جدول اعمالها اسئله شفهيه لعدد من اعضاء الحكومه، هما كل من وزير التعليم العالي ووزير الشؤون المحليه والبيئه رياض المؤخر، وذلك في اطار العمل الرقابي للبرلمان. ثم باش ينطلق النواب في مناقشه مشروع القانون متعلق بالتسجيل العقاري الاجباري، يليه مشروع قانون يتعلق بتعديل اتفاقيه مراكش بخصوص ادراج اتفاق للتجارة. ثم مناي باش يتم عرض طلب بالاحداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع شبكات التجنيد اللي تورطت في تسهيل الشباب التونسي لبؤر التوتر. نفكركم انه المبادرة هذه تقدمت بها النائبة عن نداء تونس ليلى الشتاوي اللي جمعت انضاءات 94 نائب من مختلف الكتل النيابية. ايضا اهم نقطه اليوم ربما في جدول الاعمال هي استئناف النقاش في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد ما كان توقف منذ فتره بسبب النقطه الخلافيه المتعلقه بتشريك الامنيين والعسكريين في الانتخابات البلديه. اليوم الجلسه العامه باش تحسم في النقطه هذه وباش نشوفوا مدى تفاعل النواب مع المقترح اللي قدمته الحكومه مؤخرا رؤساء الكتل. وطبعا في حال تم حسم الخلاف هذا اليوم والمصادقه على القانون الانتخابي نجموا نقولوا انه باش تكون خطوه هامه نحو التسريع في انجاز الانتخابات البلديه، خاصه انه البرلمان انهى مؤخرا تجديد اعضاء الهيئه العليا المستقله للانتخابات.